ظالم ونطحت فيه في زنزانة رقم 14 في السجن الحربي، ورفع عليه من رجليه ما على ورأسه ناس، ورمى به من حمزة البصير حتى يرفع الأنفاس الأخيرة. كان حمزة البصير وهو قائد السجن الحربي كان ينادي بأعلى صوته عندما يسمع لم الشريف من الضحايا ويقول يا رب يا بسمي يا رب. كان حمزة يقول له لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة، لو نزل الله من السماء هذه ايام وهذا تاريخ. اتدرون ماذا حدث لهذا؟ اتدرون ماذا حدث لهذا التاريخ؟ اخبرني احد الذين سيعوا جنازته واقسم لي بالله اغلظ الارمان انهم بعدما وضعوه في نعشه وظهروا ليصلوا عليه في المسجد اذا النعش لم يدخل المسجد، لم يرد النعش ان يدخل المسجد ابدا ابدا ابدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لكل ظالم نهايه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اخبرني احد السابقين منذ ايام انه كان يؤدي واجب العزاء في ترافق الاقيمه في مسجد عمر مكرم، وبينما هم جالسون في الترافق اذ دخل رجل انحنى ظهره وشاب شعره وذهب بصره ام ضعفت عينه، وتوكل على عصا وفمه ملوء الى ناحيه اخرى وهو صاحب اليوم مشلول. فقال من هذا؟ والناس يسجدانه من هذا؟ فقيل له انه رجل مرى سباق مصر ظلما. الله صلاحنا لا اله الا الله. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة قاضيها هو الله، ان في السماء مملكة حاكمها هو الله الذي لا يعتم ولا ينام ابدا. صلاحنك الذي كانت اشارته امرا وكان امره تدبيرا، كان اذا كتب على ورقه التجاره يصرف لحامله مليون جنيه، فان اعظم البنوك تصرف بورقه التجاره وقع عليها باسم صلاح نصر. ومع ذلك اخبرني طبيب اسنانه الذي كان يقول على علاج اسنانه في السجن وقال له كيف شعورك الان وسعادة البيت؟ فقال له يا دكتور لقد كنت اظن ان الموت اخفى شيء، ولكنني لما وضعت هنا علمت ان هناك ما هو اخفى من الموت. اتدري ما هو؟ ان الاخفى من الموت ان ينتظر الانسان الموت ويتمناه.
الله ولكنه لا يجده، لا يجد المرء. اعتبر يا اولي الابصار، اعتبر يا من ملأتم بقاع الارض ذلة، اعتبر يا ايها الجبابرة، يا ايها القياصرة، يا ايها الاساسرة، يا ايها الاباصرة، اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار ماذا قال عمر عندما رده علي عن ذنب امرأة حامل، ماذا قال عمر؟ قال بأعلى صوته: لولا علي لهلك عمر. لولا علي لهلك عمر. ثم ماذا قال عمر؟ يا ابطال الله في ارض لست بها يا ابا الحسن. هذه هي القياده، والقياده قدوه لا اماميه ولا دكتاتوريه ولا استبداديه، ان الاسلام لا يعرف الاماميه ولا يعرف حكم الطبقة ولا يعرف حمامات الدم ولا يعرف الاستبداد، إلا أبا سلمة وهو على فراش الموت. أتدرون ماذا كان يقول لزوجته أم سلمة؟ كان يدعو له قائلا: اللهم ارزقها بزوج بعدي لا يخزيها ولا يؤذيها. حب الخير للعجائب. مع ان بعض الناس اذا تزوج وخلى بعروسه ليلة زفافه يضع على كتاب الله ليلة الزفاف ويقول لها: احلفي بهذا الكتاب انك لا تتزوجين بعد مماتي. هذا كلام لا يليق بالدين ولا يلزم الوفاء بهذا اليمين، انما تتزوج وتصوم ثلاثة ايام لانه يحاول ان يحرم ما احل الله. الزواج حلال وتحريم الزواج حرام، وهذه امانية، هذه امانية لا تليق. ابو سلمة كان يدعو لزوجته بعد وفاته ان يرزقها الله زوجا لا يخزيها ولا يؤذيها، فكانت تقول له ام سلمة: وهل تجد خيرا منك يا ابا سلمة؟ ومات ابو سلمة، فدعت ام سلمة قائلا: اللهم اجرني في مصيبتي واعقب لي خيرا منها. وتقدم لها ابو بكر بعد وفاة ابي سلمة وفوات العدة، فقالت: والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. وتقدم لها عمر بن الخطاب فقالت: والله لا اجد خيرا من ابي سلمة. وارسل الي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليسعى عليها وعلى اولادها، فقالت لرسول رسول الله: احضر رسول الله ان امرأة كبيرة السن وان معي اولادا كثيرة وانا شديدة الغيرة، لا اطيق العيش مع نساء غيري. فارسل الي الحبيب المصطفى وقال لها: ان كنت كبيرة السن فان رسول الله اكبر منك سنا، وان كان معك اولاد كثيرة فان رزق الاولاد على الله، وان كنت شديدة الغيرة فان رسول الله يدعو الله ان ينزع الغيرة من قلبك. وتزوجت بالحبيب المصطفى. ايها الاخوة الاعزاء، هذا ديننا،
الاخوة الاعزاء خطية ان ينقطع التيار الكهربائي، فانني ادعم واياكم الى ان نكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. الآن فضيلة الشيخ عبد السلام السيوني وقصة من قصص الظالمين عليهم من الله ما يستحقون. فضيلة الشيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخيرات. صبحكم يا مرحبا. الله يحييك شيخ. اليوم عندنا قصة قصيرة لكنها صادمة إلى حد ما، قصة رجل ظالم فاجر اسمه حمزة البسيوني، لعل بعض الناس سمعوا به. هذا كان أستاذا في التعذيب والجلد، كان مدير السجن الحربي في أيام عبد الناصر، وكان جلادا بطاشا جريئا على الله تبارك وتعالى، حتى إن السجناء كانوا يستغيثون ويستنجدون بالله تبارك وتعالى. فقال لأحدهم ذات مرة بيقول له يا أخي خاف الله اتق الله، قال له هات الله وانا احطه معاك في الزنزانة هنا، هات الله وانا اسجنه معاك هنا. هكذا بهذه الوقاحة، واشتهر بالبطش الشديد والتعذيب النكال الذي كان يلحقه به الأسارة، وتفنن في قهر الرجال والعياذ بالله رب العالمين. هذا الرجل مات ميتة غريبة جدا، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يري الناس فيه آية لبطشه وظلمه. والمشكلة أنه ما كانش يؤذي ويعذب إلا المتدينين والمسلمين، ومن الناس اللي عذبهم الدكتور القرضاوي حفظه الله، والذي كتب فيه في نونيته المشهورة أبياتا كثيرة، وكتب عن أساليبه في التقرين والتعذيب ونفخ البطون وسرخ الجلد ونزع الأظافر والكي بالنار وهذه الأشياء، حتى إنه كان يأكل يجيب أعقاب السجائر يطفيها في رؤوس الناس من شدة بطشه وظلمه. الشاهد إن هذا الرجل الذي تجبر ولم يظن أن الله تبارك وتعالى قادر عليه، وظن أنه سيخلد وسيلقى ولن يعني لن يلقى الله تبارك وتعالى، يريد الله تبارك وتعالى أن يجعله عبرة من عدة زوايا. الزاوية الأولى ميتته، فقد مات ميتة غريبة جدا وشنيعة جدا. كان مع أسرته يقود السيارة وعلى الطريق السريع في مصر في وقت من الأوقات، وكانت أمامه سيارة تريلا كبيرة من التريلات اللي بتحمل أسياخ الحديد، حديد التسليح، تعرف الحديد المسلح يا أبو ناصر اللي هو بهذا، وقاد بسرعة، هو يقود بسرعة والسيارة أمامه كأنها اضطرت للفرملة. فأراد الله عز وجل أن يدخل بجسمه كله في التريلا اللي أمامه في أسياخ الحديد، فامتلأ جسمه بأسياخ الحديد كاملة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يخرج الحديد منه. فأتوا بالآلة اللي بنقول عليها الصاروخ أو الدريل اللي بيقطع الحديد هذا، وأخذوا يقطعون الحديد ودفن وهو في جسمه، أسياخ الحديد في جسمه، ومات ميتة شنيعة جدا هو وعيلته. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حاجة غريبة جدا حصلت، كتبها محامي في مصر نشرها في جريدة المصريين اسمه صفوة ثروت الخرباوي. قال كنا في يوم من الأيام كنا طلاب بنذاكر مع بعض، وكنا في هذا الوقت سهرانين عند زميل طالب طب، وطالب الطب هذا بيدخن، فكان فوجئنا، أنا بلتفت لقيته بيطفي السيجارة في جمجمة بشرية
بيطفي السيجارة في جمجمة بشرية. فارتعبت قلت له انت بتعمل ايه حرام عليك. الولد كان لا مبالي ومش مهتم بيه. وسأله هذا انسان وهذا كذا، فحكى له قال له هذه الجثة جثة هذه الجمجمة جمجمة فلان الفلاني، جبناها اشتريتها ليلة دفن، واللحاد باعها لي بكذا وخدتها وشرحنا الجثة وكذا في المستشفى، ثم أخذت الجمجمة الاسكالب بتاعها أو هذا القحف بتاع الجمجمة وعملوا طفاية سجاير عملوا. قلت سبحان الله العظيم، هذا المجرم كان بيطفي أعقاب السجاير في رؤوس المساجين المقهورين الذين لا يملكون شيئا، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تكون جمجمته محلا لرماد السجائر. تخيل يعني لأيها المستمع الكريم هذه الشناعة وهذه البشاعة، هذا الذي ظن أنه لن يقدر عليه أحد، الذي ظن أنه لن يحور، الذي ظن أن الله غير قادر عليه تبارك وتعالى، الذي ظن أنه سيخلد، الذي غرته قوته وغره الجنود حوله وغره إطلاق يده في الخلق، يؤذيهم ما يشاء يعذبهم ما يشاء، يستخف بإنسانيتهم ما يشاء، يسحق كرامتهم كما يشاء، ثم يرن الله تبارك وتعالى الناس فيه آية فيموت هذه الميتة الشنيعة موتا بطيئا لم يمت مباشرة. الأسياخ الحديد كانت في عنقه وكانت في صدره وكانت في بطنه وكانت في جسمه وكانت في أسرته حوله، ثم يتحول كحف رأسه جمجمته إلى مطفأة من فضة للسجائر، يعني جزاء وفاقة، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له أنت لا تستحق أن أرد عليك، ولكني أري البشر آية فيك، فاليوم لننجيك بجمجمتك الآن لتكون لمن خلفك آية. قصة عجيبة جدا لمصرع من مصارع الظالمين، رجل ظالم ظن أن الله تبارك وتعالى لن يقدر عليه وظن أنه لن يرجع إلى الله، فأرانا الله تبارك وتعالى فيه آية بشعة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يهدي الظالمين يا رب العالمين. آمين آمين، أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني.